السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس الأول في الوحدة الثانية، كيف أكتشف عن بعض خاصيات الهواء. إذا غادي نتعرفوا على خاصيات الهواء. إذا ألاحظ وأصف وأعبر عما تقوم به الطفلة والطفل. إذا هالطفلة كانت كتلعب بالدراجة ديالها ولاحظت أن الرويضة ديالها مفشوشة، إذا خصها تنفخها. باش غتنفخها خصها تزيد ليها دو لاغ، خصها تزيد ليها الهواء. نفس الشيء كانت عندنا كرة مفشوشة ونفخها هاد الولد هذا بهاد الأداة، يعني زاد ليها لاخ باش تعطينا هذاك الفوليوم وهذاك الحجم باش يقدر يلعب بها ايزيمو. الوغ هنا شنو غادي نسألو، شنو هما الخاصيات ديال الهواء؟ هاد الهواء اللي كيدور بينا كي نوزونتوغ، هاد الهواء شنو هما الخصائص ديالو؟ اذا هذا هو التساؤل اللي غنطرحو، ما هي خاصيات الهواء؟ اذا نفترض هنا نقدروا نعطوا دونك دي زيبوتيز، شنو هما؟ ان الهواء كيقدر يتمدد باش يعمر لينا هاد لو فوليوم كامل ديال هاد الكره، ويقدر يتقلص. نقدروا نحطوا هكا فرضيات، الهواء قابل للتقلص والتمدد. نديرو غير التجربة ديال المحقنة ونكشفو على هاد الخاصية ديال التقلص والتمدد. إذا أختبر تعلماتي، أنجز المناولات التالية وأقارن ثم أستخرج النتائج المدونة أو أدونها. إذا لاحظوا معي التجربة، ألون مكان الهواء في كل إناء وأملأ الفراغ في الجملة الآتية. إذا عندنا مجموعة من الأواني، هذوك الأواني بيان سور فيهم الهواء، غير الشكل ديال الهواء يختلف من إناء إلى آخر. باغ إكزومبل هنا عندنا في هاد البوتوي هادي الهواء غيكون غير هنا، علاش؟ لأن الفوهة ديالها مسدودة، ما كتخليش الهواء ديال الأتموسفير يدخل، ديال يعني المحيط يدخل. بالنسبة لهاد الأواني الآخرين اللي الفوهة ديالهم دونك أوفار، هنا الهواء هكا ينتشر، يعني حيتاش كيدخل كيخرج. علاش؟ لأن هنا عندنا الهواء من بين الخصائص ديالو أنه لا حجم له ولا شكل خاص، لا ما عندوش واحد الحجم محدد، وما عندوش واحد الشكل خاص به. إذا من بين الخصائص ديالو، إذا ما عندوش واحد الحجم خاص وما عندوش واحد الشكل خاص. إذا يتخذ الهواء أشكالا مختلفة، كي يأخذ أشكال مختلفة. إذا ليس للهواء شكلا، ما عندوش واحد الشكل اللي هو خاص، شكلا خاصا. غادي ندوزو التجربة الثانية، أضخ كمية محددة من الهواء في المحقنة بسحب مكبسها. ندير واحد الكمية ديال الهواء ونسد. أشنو غادي ندير؟ غادي يعني هذاك الهواء غادي نضغط، دونك تملأ. إذا تملأ هنايا نفسه أو كمية الهواء المحقنة ألف المحقنة باء، لأن الهواء إذا تملأ الكمية ديال الهواء، كمية الهواء المحقنة ألف المحقنة باء، لأن الهواء انضغط، لأن الهواء انضغط. يعني نفس الكمية، هنا عندنا نفس الكمية لأن الهواء انضغط بداخلها. هنا غنخرجوا الخاصية ديال أنه ما عندوش واحد الحجم خاص. أضخ هذه الكمية من المحقنة باء، ناخذ من المحقنة باء ونديرها في المحقنة جيم. نفس الكمية اللي كانت عندي هنا غادي نديرها في المحقنة جيم، هي أكبر. شو داكشي اللي كان عندي في باء أصغر، داكشي اللي كان عندي في جيم كبر. هنا يعني شنو غيوقع؟ توسع، تمدد. إذا تملأ كمية هواء المحقنة باء المحقنة جيم، لأن الهواء توسع بداخلها. يعني أشنو كيعني هادشي؟ كيعني أن الهواء كيتمدد وكيتقلص. لقى ليسباس فين غيتمدد؟ راه غيتمدد. لقى ليسباس صغيور راه غيتقلص، يعني ما عندوش واحد الحجم اللي هو خاص به، ما كيقدرش يتغير من إناء إلى آخر. حطيتيه في بلاصة اللي هي كوندونسي، بلاصة صغيورة غادي يتقلص، حطيتيه في بلاصة كبيرة غيتمدد. هذا هو الهواء. إذا أقارن أحجام كمية الهواء نفسها في المحقنة ألف باء جيم، ثم أملأ الفراغ في الجملة بما يلي. الهواء عندنا مختلفة، نفسه حجما خاصا. إذا تملأ
نفس كمية الهواء أحجاما مختلفة، أحجاما مختلفة. إذا ليس للهواء حجما خاصا، ليس للهواء حجما خاصا. إذا الهواء ليس له شكل خاص وليس له حجم خاص. إذا هذه هي الخلاصة، وقابل للانضغاط والتوسع. إذا ليس للهواء شكلا خاصا ولا حجما خاصا. يتميز الهواء بقابلية التوسع، الهواء قابل للتوسع وقابلية الانضغاط، الانضغاط. إذا هذه هي الخلاصة. استثمر تعلماتي الجديدة، دونك إيطو إيموحا أون غياليزي سيت مانيبيولاسيون. عندنا واحد مانيبيولاسيون، واحد التجربة، واحد المناولة. شناهي؟ سدو الفوهة ديال السورانك، دونك خداو بعدا اون سورانك امواتي غومبلي دو، مواتي نص فيها مسدود، نص فيها عامر بلو الماء، الماء فيها الماء، هاد النص هذا عامر بالماء. وسدو الفوهة ديالها، لو بيستون نو سو ديبلاس ني فيغ لو او ني فيغ لو با. هاد البيستون ما كيزيد القدام ما كيرجع اللور. علاش؟ ماشي بحال الهواء، الهواء لانه كيتقلص كيتمدد، لان الماء هنا الماء ما يقدرش يتكومبريسا، ما نقدروش نقلصوه وما نقدروش نمدو. هذاك الفوليوم ديال لو، هذاك هو الفرق اللي كاين بين المادة في 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 حالتها السائلة وفي حالتها الغازية. الماء هنا واخا ما عندوش شكل خاص، ولكن الماء عنده حجم خاص. اذا الماء عنده حجم خاص. اذا هذا هو الفرق المهم اللي خصنا نفهمه، الماء عنده واحد الحجم خاص به. هذاك الحجم ما يقدرش يتغير، واخا نحولو من اناء الى اناء، داك الحجم كيبقى عنده، داك الفوليوم كيبقى ديالو خاص به. ماشي بحال الهواء، الهواء ما عنده لا شكل ولا حجم. حطيتيه في بلاصه اللي هي يقدر يتوسع فيها غيتوسع، حطيتيه في بلاصه اللي مساحه مثلا الفوليوم اللي هو صغير غادي يتقلص. الوغ جو كوش لا بون ريبونس. ايتو افيرم، اش قالت لنا ايتو؟ قالت لنا لو اي نون كومبريسيبل اي نون اكسبونسيبل، ماشي ما غير قابل للتمدد ولا للانضغاط. موحى افيرم لو اي كومبريسيبل اي اكسبونسيبل، موحى قال العكس ديالها. الوغ لي طو، اي طو هي اللي عندها الحق. علاش؟ لان الماء نون كومبريسيبل، ما كاين ضغط، ما كيتوسع. اي نون اكسبونسيبل العكس ديال الهواء. الوغ هادو هما لي ريبونس كونسيرنون هاد الحصه. هادي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع الحصه الثانيه، دائما على نفس القناه. الى اللقاء.